بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، أحييكم في بداية حلقة جديدة من برنامجكم أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم مرآة العصور. هذه الحلقة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها مباركة وأن يجعل فيها تفريج للكرب والغموم والهموم، سميناها حلقة تفريج الكروبات. وكيف كان صلى الله عليه وآله وسلم يفرج كرب المكروبين؟ تفريج الكروبات أيها الإخوة والأخوات، التفريج هو كشف الهم وإذهاب الغم ودفع الضرر. والكروبات هي جمع كرب، وهو ما يدهم المرء مما يأخذ بنفسه فيغمه أو يحزنه. إذن من خلال هذا التقسيم، تفريج الكروبات هو رفع الضرر وإذهاب ما يدهم الإنسان من هم وغم وحزن. أستأذنكم في بداية هذه الحلقة لنشاهد سويا تقرير واستطلاع وجهناه للإخوة والأخوات في مجتمعاتهم، وهو سؤال طرحناه عليهم: هل شعرت أو شعرت بالكرب يوما ما؟ وماذا عملت أو عملت تحديدا؟ نستمع إلى ذلك. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وهذا دعاء ذنون في بطن الحوت الذي أنجاه الله فسمع دعاءه الملائكة. صراحة ألجأ إلى الله سبحانه وتعالى، يعني على الأقل أني صلي ركعتين في الفجر والله إنها تروح عني الضيق، أو أني ألتجأ لأقرب ناس إلي، ممكن صديقتي أو أختي أو أمي. الواحد في الحياة هذه تمر عليه ظروف يشعر فيها بالكرب وبالخوف، وفي حال الواحد يشعر بالكرب طبعا يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء أنه يفرج كربه، وبالصدقات طبعا، يعني لكن أنت تتصدق في سبيل أن ربنا يفرج عنك كرباتك. يعني ألجأ إلى الله، الدعاء، الصلاة، الاستغفار، هي ذي الحالات اللي تخرجنا يعني من الوضع ده، وهي ذي الحالة اللي أنصح فيها اللجوء إلى الله والدعاء والاستغفار أكثر شيء. أنا عندي اتجاهين، طبعا الصلاة والدعاء أقرب، ولكن أحيانا ألجأ إلى الكتابة لتفريغ أي طاقة مشحونة فيها. أهم خطوة أنك تقوم تتوضأ وتصلي لك ركعتين، هذا بيزيل أي كرب أو أي ضيق. أولا يلتجأ الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى لقراءة القرآن، وهذا هذا أهم شيء عند الإنسان، والعبادة والصلاة والإكثار منها والاستغفار، هذا أهم شيء. محمد رسول الله، عليه صلاة الله. استمعتم إلى هذه الأجوبة من الإخوة والأخوات، ولعلنا نصل جميعا إلى أن العمل في حالة الكرب هو التوجه إلى الله سبحانه وتعالى مباشرة. الله جل وعلا يقول في محكم كتابه: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. إذا لا يجيبني إلا الله سبحانه وتعالى إذا وقعت في حال كرب. وهذا الأمر هو الذي علمنا إياه أيضا صلى الله عليه وآله وسلم. فعن السيدة أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك كلمات تقولنهن عند الكرب أو في الكرب؟ فقالت: بلى يا رسول الله. قال: قولي: الله ربي لا أشرك به شيئا، الله ربي لا أشرك به شيئا. الآية نصت على التوجه إلى الله سبحانه وتعالى، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم علمنا آلية كيفية التوجه إلى الله سبحانه وتعالى. فليقل صاحب الكرب: الله ربي لا أشرك به شيئا. هذا جزء مما قاله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوات المكروب: اللهم رحمتك أرجو،
فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. هذا الدعاء منه صلى الله عليه وآله وسلم سماه بنفسه دعاء المكروب، وهو حديث رواه الإمام البخاري ورواه مسلم أيضا. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كربه أمر يقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله تعالى: كل يوم هو في شأن، قال لما سئل عن ذلك قال: من شأنه أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويضع آخرين. كل يوم هو في شأن، شأن الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا أنه يغفر الذنوب وأنه يفرج الكروب وأنه يرفع أقوام ويخفض آخرين سبحانه وتعالى. وتعلمون بلا شك الحديث الطويل الذي هو حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عندما كان ردف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والذي في أوله: ألا أعلمك كلمات، في آخر النص قال له صلى الله عليه وسلم قاعدة مهمة جدا في هذه المسألة، قال: وأن الفرج مع الكرب. ومعنى ذلك أن الأمور كلما تضيق يأتي الفرج من الله سبحانه وتعالى. ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرجي، كما قال الإمام الشافعي. وحديث الغار وغير ذلك كلها أمور تنص على أن الفرج قادم من الله سبحانه وتعالى بلا شك ولا ريب، إلا أن الناس قد يستعجلون ذلك من الله سبحانه وتعالى. وحديث آخر قال صلى الله عليه وسلم: من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وبين صلى الله عليه وسلم كيفية الحصول على تفريج الكربات، فقال في حديث رواه الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن تستجاب دعوته وأن تكشف كربته فليفرج عن معسر. إذن هذا طريق من طريق تفريج الكربات، أن الإنسان يضع في رصيد حسناته ما يلقاه في يوم يكون فيه في كرب أو في هم أو في غم.